سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: واختلف في السهو عن القراءة في ركعة من غيرها، فقيل يجزئ فيه سجود السهو قبل السلام، وقيل يلغيها ويأتي بركعة، وقيل يسجد قبل السلام ولا يأتي بركعة ويعيد الصلاة احتياطا، وهذا أحسن ذلك إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحابه أجمعين. بقي علينا: ولا يجزئ سجود السهو لنقص ركعة، أو ولا يجزئ سجود السهو لنقص ركعة. طبعا إذا نقص ركعة كما قلنا أو سجدة من الصلاة فلا يجزئ السجود، سجود السهو، لأنه لا يجبر الأركان وإنما يجبر السنن المؤكدة. والحديث الرجل الذي صلى عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ارجع صلي فإنك لم تصلي، فقد كان لا يأتي بالطمأنينة والاعتدال. ولا لنقص سجدة أو رفع منهما، كأن لا يرفع من الركوع أصلا أو لا يرفع من السجود أصلا. ولا لترك القراءة في الصلاة كلها أو في ركعتين منها، وكذلك في ترك القراءة في ركعة من الصبح. كذلك لا يجزئ السجود لنقص فريضة، كأن يترك القراءة في الصلاة كلها فلا يقرأ في أي ركعة منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هل هو في الكل أم في الجل. فقالوا: لو أنه ترك الفاتحة في ركعة فقد أتى بالصلاة وصلاته صحيحة، لأنه قرأ في جلها، وهذا يصح حتى في ركعة واحدة لو قرأ فيها الفاتحة على المذهب طبعا. قال: وهي نكرة منفية فعمت جميع الركعات. وما ذكره من عدم الجبر في ترك القراءة في الركعتين قال ابن ناجي: هو مؤثر في البطلان، لو ترك القراءة في ركعتين هذا مؤثر في بطلان الصلاة. وقال الفاكهاني: في ترك القراءة في نصف الصلاة كركعة من الثنائية أو ركعتين من الرباعية ثلاثة أقوال، أشهرها أنه يتمادى ويسجد قبل السلام ويعيد صلاته احتياطاً على جهة الندب، وهذه صورة. والصورة الأخرى أن يسجد قبل السلام ويجزئه سجود السهو. والثالثة: يلغي ما ترك فيه القراءة ويأتي بمثله ويسجد بعد السلام للزيادة. فهذه ثلاثة أقوال، وهو الجاري على المعتمد من أنها واجبة في كل ركعة، فيكون هو المعتمد، والله أعلم. واختلف في السهو عن القراءة في ركعة من غيرها، أي في غير الصبح. أما إذا ترك القراءة في ركعة من ركعتي الصبح فصلاته باطلة، لكن في الرباعية أو المغرب اختلف في السهو على ثلاثة أقوال كلها في المدونة. فقيل يجزئ فيه، أي يجزئ السهو عن القراءة في ركعة واحدة من الرباعية ومن المغرب سجود السهو قبل السلام ولا يلغيها وتجزئه. وقيل يلغيها لأن لا صلاة كما ذكرنا لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فمعنى أن من قرأ بها مرة أو مرتين أو ثلاثا في الرباعي أجزأته، لأنه أتى بفاتحة الكتاب قطعا. ولكن الذي عليه السنة، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، ذلك في الركعات كلها، كان لا يترك الفاتحة. فقيل يجزئ فيه سجود السهو قبل السلام،
وقيل يلغيها أي تلك الركعة التي لم يقرأ فيها بالفاتحة ويأتي بركعة أخرى، وهو اختيار ابن القاسم رحمه الله، وهذا يقتضي وجوبها في كل ركعة، أي يقتضي وجوب الفاتحة في كل ركعة، وهو المعتمد قد صحه ابن الحاجب رحمه الله. وقيل يسجد قبل السلام ولا يأتي بركعة، ولكن هذه الأقوال مرات تكون مخارج طوارئ كما يقولون، يعني قد يكون الوقت ضيقا عليك أو كذا، وربما تترك الفاتحة في رباعية أو كذا، يمكن أحيانا القول أو أن تفتي به للمساكين الذين قد تفوتهم يعني الفاتحة في ركعة من ركعات صلواتهم ويضيق عليهم الوقت، أو يكون عندهم قضاء كثير أو نحو ذلك. ولا تجعل هذه الفتية لأقاربك فقط، تحابي بها الأقربين. وهذا أحسن، قيل يسجد قبل السلام ولا يأتي بركعة ويعيد الصلاة احتياطا، وهذا أحسن، أي أحسن الأقوال المذكورة، لأن فيها مراعاة للقولين السابقين، فسجوده قبل السلام وعدم بطلانها رعي للقول بأنها فرض في الجل، أي في جل الصلاة، وإعادة الصلاة رعي للقول الثاني بأنها فرض في كل ركعة، ولذلك قال هذا أحسن إن شاء الله. نعم، قال ابن عمر: وعادته إذا ذكر شيئا فيه الخلاف يقول إن شاء الله تعالى، أي الله أعلم بالصواب، ثم انتقل يبين ما لا يسجد فيه من نقص سنة خفيفة أو نقص فضيلة، فقال: ومن سهى عن تكبيرة أو عن سمع الله لمن حمده مرة أو القنوت فلا سجود عليه. نعم. ومن انصرف من الصلاة ثم ذكر أنه بقي عليه شيء منها فليرجع إن كان بقرب ذلك فيكبر تكبيرة يحرم بها ثم يصلي ما بقي عليه، وإن تباعد ذلك أو خرج من المسجد ابتدأ صلاته. وكذلك من نسي السلام ومن لم يدر ما صلى أثلاث ركعات أم أربعة بنى على اليقين وصلى ما شك فيه وأتى برابعة وسجد بعد سلامه، ومن تكلم ساهيا سجد بعد السلام، ومن لم يدر أسلم أم لم يسلم سلم ولا سجود عليه. قال: ومن سعى عن تكبيرة أي سوى تكبيرة الإحرام، أو عن سمع الله لمن حمده مرة واحدة، أو عن القنوت فلا سجود عليه. أما ترك السجود عن التكبيرة الواحدة فهو المشهور، وأما ما ذكره من ترك عدم السجود لسمع الله لمن حمده فهذا على خلاف المذهب المشهور. وكذلك لا سجود على من ترك القنوت، بل من سجد للقنوت قالوا ببطلان الصلاة، إن سجد له قبل السلام بطلت صلاته لأنه فضيلة، والفضائل لا سجود فيها بخلاف السنن، السجود للسنن المؤكدة. ومن انصرف من الصلاة بسلام سهوا ثم تذكر أعاد السلام يقينا، يعني لا بد له من أن يعيد السلام، هذا إذا سلم سهوا فإنه يعيد السلام لأنه أوقع الأول في غير موضعه. ومن انصرف من الصلاة ثم ذكر أنه بقي عليه شيء منها فليرجع إن كان بقرب ذلك، لو أن شخصا لما سلم قال تذكر بأنه ترك سجدة من السجود الأخير أو في الوسط أو نحو ذلك، لا بد أن يعود إذا كان قريبا ويرقع صلاته، أما إذا بعد فما عليه إلا أن يعيد صلاته كلها إن كان بقرب ذلك الانصراف. فإذا رجع نوى تكميل الصلاة فيكبر تكبيرة يحرم بها، أي ينوي الرجوع مصاحبا للتكبير، هذا إن قرب جدا وهذا هو المعتمد، أما إذا بعد كما قلنا أو ابتعد عن ذلك المكان فعليه أن يعيد صلاته. نعم، قال: وإن تباعد ذلك أو خرج من المسجد ابتدأ صلاته،
وكما قلنا هذا بحسب العرف في الطول. وكذلك من نسي السلام فعليه أن يرجع قاعدا ثم يسلم، لا يسلم من قيام. وإن تباعد أو خرج من المسجد وطال ابتدأ صلاته، لأن محل اتفاق بين أو على أن السلام فرض من وركن من أركان الصلاة. قال رحمه الله: ومن لم يدري ما صلى أثلاث ركعات أم أربعة بنى على اليقين وصلى ما شك فيه. لو أن شخصا كان في صلاة الرباعية وفي الركعة الأخيرة شك هل هذه هي الرابعة أم هي الثالثة، بنى على اليقين، واليقين هو ثلاثة أنه قطعا صلاهما، وبقي الشك في الرابعة فيزيد الرابعة ثم يأتي بالسجود بعد السلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى من الموطأ وغيره: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد السجدتين قبل أن يسلم. ومن كان إماما أو فذا وتكلم في صلاته ساهيا سجد بعد السلام لأنه زيادة، ولكن إذا تعمد الكلام فهو من مبطلات الصلاة إلا إذا كان الكلام لإصلاحها، كأن يقول للإمام سبحان الله فلا يفهمه الإمام لماذا سبح له، فيمكن أن يقول أنه زاد ركعة أو نقص سجدة أو نحو ذلك، الإصلاح جائز كما فعل ذو اليدين رضي الله عنه. ومن لم يدري أسلم أم لم يسلم سلم ولا سجود عليه، هو قاعد في التشهد ولكن ما درى هل سلم ولا ما سلم، شك في السلام فليسلم ولا سجود عليه، لأن الأصل أنه لم يسلم ولا يسجد. لكن لو أنه قام ولا وشك في السلام رجع قاعدا، لا بد له أن يقعد، لأن السلام لا يكون إلا من جلوس، فجلوس السلام فرض، وتحية أو السلام لفظ السلام فرض. ومن استنكحه السهو فليلهى عنه وجوبا، الذي جاءه الوسواس في الصلاة والشكوك ينبغي له أن ينصرف عنها، لأن ذلك بلية من الشيطان يريد أن يفسد عليه صلاته، ولو استمر معه زمنا لترك الصلاة والعياذ بالله. وهذا ملاحظ في بعض من يغلبهم هذا الوسواس اللعين، نعوذ بالله من ذلك. وقد قال مالك أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد فقال: إني أهم في صلاتي فيكثر ذلك علي. فقال القاسم بن محمد رضي الله عنه: امضي في صلاتك فإنه لن يذهب عنك حتى تنصرف وأنت تقول: ما أتممت صلاتي. هو لا ينصرف عنك أبدا ويقول لك: ما أتممت وضوءك، ما أتممت صلاتك، ولا يزال معك، فينبغي لك أن تلهو عنه وأن لا تعتبر ذلك الوسواس. فإذا مضى على هذا الأمر يوم أو يومين ينقطع بإذن الله عز وجل الوسواس. ومن استنكحه، استنكاح بمعنى المداومة وطول الملازمة للشيء، والنكاح أصلا معناه إدخال الشيء في الشيء، ومنه نكحت الإبل نكحت الحصى أخفاف الإبل، بمعنى دخلت في أخفافها، ولا إصلاح عليه، فلو أصلح وبنى على اليقين لم تبطل صلاته كما قال بعض أهل العلم، ولكن عليه أن يسجد بعد السلام. لو أنه زاد، يعني قال: ممكن أنا تركت ركعة كذا، ورجح ذلك عنده على الوسواس، فليأتي بالسجود قبل السلام بعد السلام احتمالا للزيادة وترغيما للشيطان. قال رحمه الله: وهو الذي يكثر ذلك منه، أي يعتريه الشك في زمن كثير في صلاته. أما لو كان يأتيه مثلا في الركعة الأولى فقط أو في إحدى الركعات ولا يلازمه في بقية الصلاة، فهذا عليه أن يتخلص من صلاته على الوجه المستيقن من صحتها وتمامها وكمالها. الذي يكثر ذلك منه يشك كثيرا أن يكون سهى ونقص، أي سهى فنقص،
ولذلك في الحديث إذا سهى زاد أو نقص فعليه سجدتين. ولا يوقن بمعنى أنه لا يوقن بالزيادة أو النقصان، فليسجد بعد السلام فقط احتياطاً للصلاة، لأنه لو سجد قبل السلام وهو شاك فقد يكون قد أتى بسجدتين زيادة في الصلاة، ومن زاد شيئاً في الصلاة متعمداً بطلت صلاته، لأن هاتين السجدتين ليست من جنس تلك الصلاة. وإذا أيقن بالسهو سجد بعد إصلاح صلاته وتيقن أنه ترك ركعة وجب عليه أن يأتي بها، ترك سجدة وجب عليه أن يأتي بها، ثم بعد ذلك يأتي بالسجود، لا بد له من ذلك. وإذا أيقن بالسهو سجد بعد إصلاح صلاته، وإن كثر ذلك منه فهو يعتريه كثيرا، أصلح صلاته ولم يسجد لسهوه، وهو كما قلنا الموسوس، يصلح صلاته ولا يسجد للسهو. ومن قام من اثنتين رجع ما لم يفارق الأرض بيديه وركبته. قرأت هذا؟ طيب. قال المصنف رحمه الله: فإن كثر ذلك منه فهو يعتريه كثيراً، أصلح صلاته ولم يسجد لسهوه. نعم. ومن قام من اثنتين رجع ما لم يفارق الأرض بيديه وركبته، فإذا فارقها تمادى ولم يرجع وسجد قبل السلام. ومن ذكر صلاة صلاها متى ما ذكرها على نحو ما فاتته ثم أعاد ما كان في وقته مما صلى بعدها، ومن عليه صلوات كثيرة صلاها في كل وقت من ليل أو نهار، وعند طلوع الشمس وعند غروبها وكيفما تيسر له، وإن كانت يسيرة أقل من صلاة يوم وليلة بدأ بهن، وإن فات وقت ما هو في وقته وإن كثرت بدأ بما يخاف فوات وقته. ومن ذكر صلاة في صلاة فسدت هذه عليه، ومن ضحك في الصلاة أعادها ولم يعد الوضوء، وإن كان مع إمام تمادى وأعاد ولا شيء عليه في التبسم. والنفخ في الصلاة كالكلام، والعامد لذلك مفسد لصلاته. ومن أخطأ القبلة أعاد في الوقت، وكذلك من صلى بثوب النجس أو على مكان النجس، وكذلك من توضأ بماء نجس مختلف في نجاسته. وأما من توضأ بماء قد تغير لونه أو طعمه أو ريحه أعاد صلاته أبداً ووضوءه. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ومن قام من اثنتين رجع ما لم يفارق الأرض بيديه وركبته. هذا كان يصلي، فلما جاء إلى موضع التشهد فبدل أن يجلس قام، فإن فارق الأرض بيديه وركبتيه لا يعود، لأنه قام لركن فلا يعود من الركن أو لا يرجع من الركن إلى السنة. لكن لو قام يعني فارقت يداه الأرض ولا تزال ركبتاه فليثبت وليأتي بالتشهد، ولو فارقت ركبتاه ويداه لا زالت على الأرض أيضا فليرجع ويصلي أو يأتي بذلك التشهد. لكنه إذا تمادى على القيام عامدا بطلت صلاته على المشهور، لأنه ترك ثلاث سنن، وهي أنه ترك طبعا هذا إذا كان طبعا في عنده التشهد وعنده الجلوس للتشهد، وكونه أنه تعمد المفارقة. أما إن تمادى ناسيا سجد قبل السلام، لو أنه تمادى ناسيا وذهب إلى الركعة الثالثة فليسجد بعد ذلك أو يسجد قبل السلام لتركه التشهد، والتشهد كما قلنا من السنن الثماني المؤكدة. فإن فارقها أو إذا فارقها الأرض بيديه وركبتيه تمادى ولم يرجع وسجد قبل السلام، وإذا استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن طال زمن الترك ولم يسجد بطلت صلاته كما مر معنا على المشهور في تعمده أو في تركه أصلا لتلك السجدة لتلك السنتين المؤكدتين.
نعم. قال المصنف رحمه الله: ومن ذكر صلاة صلاها متى ما ذكرها على نحو ما فاتته. من فاتته صلاة الصبح وذكرها في اليوم الثاني أو الثالث وجب عليه أن يعيدها على الهيئة التي فاتته، فإن كانت جهرية وصلاها في النهار، أي بمعنى قضاها في النهار، قضاها جهرية، وإن كانت سرية وقضاها بالليل قضاها سرية ولا يجهر في ذلك، على نحو ما فاتته. ثم أعاد ما كان في وقته مما صلى بعده. وهنا إما أن يكون يسير الفوائت أو كثير الفوائت، فإذا كان يسير الفوائت والخلاف فيه بين 4 و5 و6 فإنه يصليها بالترتيب. لو فاتته الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء وتذكر ذلك في صلاة الصبح من اليوم الثاني وجب عليه أن يصلي هذه الخمس صلوات التي فاتته ثم يأتي بصلاة الصبح. ولو كانت أكثر بدأ بالحاضرة إذا ضاق وقتها وخشي الفوات، ثم يقضي بعد ذلك تلك الصلوات التي فاتته على نحو ما فاتته. ومن عليه صلوات كثيرة صلاها في كل وقت من ليل أو نهار، وهذا في قضاء الفوائت، وهو الذي عليه جمهور الفقهاء على أنه يقضي ما فاته. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق صلاة الظهر والعصر بعد المغرب، وقال: شغلونا عن الصلاة الوسطى حشى الله بيوتهم وقبورهم ناراً، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله ما صليت العصر، فقال فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: ما صليت أنا. فأمر بلالا فأذن وأقام وأصلىها بعد فوات وقتها. وهذا دليل قضاء عند الجمهور، لأن هذه الصلوات هي باقية في ذمة المسلم الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مطالب بها أن يقضيها. وقد قال الأخضري رحمه الله في العبادات أن من صلى مع كل يوم خمس صلوات، بمعنى مع كل صلاة خمس صلوات قضاء، لم يعني لم يعد أنه مفرطا في ذلك. وقد قال علماؤنا أيضا: يجب عليه أن يهتم بقضاء الصلاة إلا إذا شغله عن طلب عيش أو نحو ذلك، يعني مما هو ضروري في الحياة. واليوم يجيك واحد يقول لك: أنا فاتني الصلوات وكثيرة وما أستطيع أن أقضيها، ولما تجد وقتك ولا تقدر تفاجئ، تلقى ممكن يلعب في الديمينو ولا في القيل والقال ولا يتفرج في التلفزيونات ولا أعطيها الحكايات، إلا الصلاة اللي تجيه يعني مصيبة من المصائب، لو قضاها لمات. وهذا من الغفلة، إنما يجب عليه أن يقضي تلك الصلوات، وأن يقضي أيضاً ما فاته من صيام رمضان، وأن يؤدي ما كان في ذمته من الزكاة وقت وجوب الزكاة عليه إذا بلغ عنده النصاب. بعض الناس هذه الأشياء عنده ما يلتفت لها، وكثير كثير كثير من الناس في هذا ما يلتفت إلى النصاب ويسأل عنه، ولا عن الحول متى، ولا عن الصيام كيف، ولا عن الصلاة التي فاتت أوقاتها ونحو ذلك. وهذا طبعا من الاستهتار بالدين. ومن عليه صلوات كثيرة صلاها في كل وقت من ليل أو نهار، ليس لها وقت محدد، فليصليها تذكر على أنه لم يصلي الصبح كما قلنا في أو الظهر أو العصر، وتذكر ذلك بالليل وجب عليه أن يقضيه. وعند طلوع الشمس، وهو الوقت المنهي عنه فيه عن الصلاة، لأن الشمس تطلع ويأتي الشيطان فيضع قرنيه بين يديها ليسجد له الكفار اللعين، ولكن مع ذلك في هذا الوقت المنهي عنه عن صلاة النافلة يجب عليه لو تذكر أن يقضي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة قبل المغرب أو قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة. لكن يحرم عليه أن يتنفل في تلك الأوقات، خاصة عند طلوع الشمس وعند غروبها،
وهذا نراه كثير من الشباب من جهلهم بالسنة أصلا وبالفقه، فيأتي يقول لك إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، والشمس عند الغروب، فيسجد مع الكفار للشمس ويظن أنه يسجد لله، وهذا من الجهل ومن ضحك الشيطان على الإنسان. ولذلك ينصح مثل هذا أن يقرأ تلبيس إبليس لابن الجوزي حتى يعرف كم يضحك عليه إبليس، لأن إبليس يضحك علينا حتى في الطاعات في الصلوات فيضحك على الإنسان ويلعب به في هذه العبادات. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وهذا وقت فسحة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا فيه استجمام للنفس حتى تتشوق للطاعة بعد ذلك إلى العبادة. أما لو جئت أن تتنفل في ذلك المكان في ذلك الوقت مشكل. وهناك أيضا من يأتي إلى المسجد بعد صلاة أو بعد طلوع الفجر فتحلو له النافلة، الليل كله بيت يشخر وكي جات يعني طلوع الفجر بانت له النافلة، بعد طلوع الفجر ليس له إلا ركعتا الفجر والصبح فقط. أما يأتي يتنفل فذلك لا يصح، وقد مر معنا إلا أن يكون له حزب قد فاته ولم يخشى يعني فوات صلاة الصبح في وقتها فيجوز أن يقضيه، وإن تركه إلى صدر النهار أفضل. قال رحمه الله: وعند طلوع الشمس وعند غروبها، وكيف ما تيسر له قضى. إذا لم يكن يشغله شيء عن معاشه ودوائه وأحواله. نعم تفضل. قم العائلة العامل يتعمد إيش؟ ترك الصلاة يقضيها. نعم إذا كان قد أمر بقضائها سهوا فمن باب الأولى عمدا قالوا، وهذا قول جمهور العلماء. نعم قال: وإن كانت يسيرة أقل من صلاة يوم وليلة بدأ بهن. إذا قال لو أنك ذكرنا أن في وقت الظهر تذكر أن فاتح خمس صلوات في ذلك اليوم الذي قبله، وللأسف أن كثير من الناس يتهاون عن الصلاة وعن أدائها في وقتها، لا يبحث عن كيف يتوضأ كيف يصلي، خاصة إذا كان مسافر أو كان عاملا فإنه مباشرة يفتل نفسه، يعني عندما شاء الله مجلس أعلى للفتية في راسه ويقول خلي حتى نجمعهم مع بعضهم، وعلى قولة العامة كور وأعطي العور. واحد الصلاة لا أراك الله، كان أحد الناس يصلي دائما صلاة كلها نقر ومن جلوس، فقال له أحد أبناء عمه قال: والله هذه الصلاة لا أقبلها أنا، فلا أظن أن ربي يقبلها. قال هذه كلك تصليها لنا ما نقبلهاش منك. قال الصلاة قال هذه. فلذلك الإنسان يحافظ على الصلاة في وقتها ويعرف أوقات الصلاة، يعني بدء الوقت وخروج الوقت فيمكن أن يحافظ على الصلاة. أنا مسافر الحين مثلا بنطلع في الباص منا إلى سطيف مثلا، وأعرف على أنني سأدرك صلاة الظهر هناك قبل خروج وقتها، يمكنني أن أؤخرها إذا لم يدخل وقتها هنا. أما إذا دخل وقتها هنا وأنت موجود أحسن لك أن تصليها، أو أن تقدم العصر إذا خشيت ألا يعني تصل لذلك المكان قبل غروب الشمس، فتجمع بينهما ثم ترحل تمشي، أو أن تؤخر الظهر إلى العصر في وقت العصر للضرورة إذا كنت مسافرا، ولا تترك الصلاة أن يخرج وقتها. وهذا يقع كثير في الرحلات خاصة في الباصات بين المدن، وللأسف كثير من سائق الباصات تاركي صلاة نعوذ بالله من ذلك، ما تقول له وقف للصلاة نصلي يقول لك كيف صلي بعدين، يفتي لك يقول لك صلي العصر بعد العشاء، فتي عنده ثاني هو ما شاء الله عنده أزرار للفتوى في الباص. لكن ينبغي للناس أن يضغطوا في الحق في هذا المجال، إذا كان مجموعة يصلون يضغطوا على صاحب الباص أو المركوب حتى يقف لهم أوقات الصلوات على الأقل. المساجد الحمد لله في الطريق كثيرة وكذا، في أحد مشايخ كان في الطائرة فأراد أن يصلي فجاء المضيف قال لا تصلي،
قال له أنت في الطائرة وتسوي لنا مشكلة. قال له عندك خيارين الشيخ. قال له إما أن أؤذن وأصلي ولا أصلي بدون أذن. قال له لا أصلي فقط، أنا عارفه لو أذن في الطائرة كلهم يقوموا يصلوا وتخربط عليه. فقال لا معلش يا الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.